يأتي شهر رمضان المبارك وتبدأ معه الاستعدادات والتحضيرات التي تضفي أجواء خاصة، ففي مصر بين تأمين الحاجات الضرورية وابتكار أفكار جديدة يعمد هذا المحل في القاهرة لإضافة لمسة عصرية على فوانيس رمضان عبر وضع صور من الإكريليك للاعبي كرة قدم مصريين وفنانين في تحول باتجاه التحديث عن المصابيح الخشبية التقليدية ومنع استيراد هذه الفوانيس بل صناعتها محلياً. على صعيد آخر يبتكر المصريون حلولاً لسد حاجتهم من الطعام خلال شهر رمضان عبر تربية الدجاج والإوز والديك الرومي بدلاً من شرائها بعد الزيادات الحادة التي شهدتها تكلفة المعيشة قبيل رمضان، حيث يربط المصريون الأحزمة لاستقبال شهر الخير والبركة، حالهم كحال معظم الدول العربية.